هنروح مره تانية لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. برحب بيك من جديد يا كابتن ايمن شوقي وكل جمهور النادي الاهلي مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كان عندنا ثقه كابتن سامي وكنا متفائلين مع التركيز الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي ان احنا نقدر ان احنا نحقق نتيجه، لكن نتيجه كبيره كمان بره ارضك 3-0 على فريق يمثل فيتا كلاب الكونغولي، ده يحصل للجهاز واللعيبه وشخصيه اللعيبه. مبروك ليك ومبارك لكل لعيبه النادي الاهلي. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه، وزي ما انت قلت النادي الاهلي دايما كبير واللعيبه الكبيره بتظهر دايما في المباريات الكبيره والمواقف الصعبه. اعتقد الحمد لله ادينا مباراه كويسه، واعتقد التوفيق اللي ما كانش ملازمنا الماتش الاولاني الحمد لله ربنا ادهولنا والحمد لله اكتر. بشكر اللعيبه طبعا على المجهود، انت شفت الجو عامل ازاي وشفت الملعب عامل ازاي. يمكن ربنا النهارده الحمد لله يعني الواحد حس اللي هو يعني كان رؤوف بينا الحمد لله، يعني المطر الحمد لله قللت شويه من صعوبه الملعب ودرجه الحراره، لكن برضه حتى لو كانت الظروف صعبه اعتقد اللعيبه كان عندها تصميم كبير اللي هي تحقق مكسب واداء كويس. كنا انا اتكلمت معاك امبارح وقلت لك اللعيبه كلها مركزه واحنا كلنا متعادين ان احنا نعمل اداء كويس ونتيجه كويسه، واعتقد الحمد لله ربنا اكرمنا الحمد لله بيها. الاشياء كمان الجيده جدا يا كابتن سامي ان احنا دخلنا في المباراه بدري، ودي كانت حاجه نقطه مهمه جدا، كان بيبقى بيرنا باد لك كده شويه، لكن دخولنا في المباراه هدف والتاني حسم الامر. ده اكيد كان تحضير جيد من الجهاز الفني يا كابتن. بص مش عاوز اقول بس الماتش ده بس، يعني يمكن انت ارجع برضه الماتش الاولاني هتلاقي انت نفس القصه، عندك فرص كتيره جدا لو كنت قدرت تسجل واحد منها اعتقد كانت الظروف تختلف يعني. لكن النهارده الاحساس لعيبه بالمسؤوليه اكتر والتصميم ان هم عايزين يخلصوا الماتش من بدري، لان انت عارف المباراه دي كل ما بتطول بتبقى صعبه عليك يعني. الحمد لله اعتقد الراجل استعد للمباراه كويس، شكل الاداء كويس، التصور او بتاع خطه اللعب او طريقه اللعب اعتقد كويس. يمكن دايما احنا بنقول دايما قبل المباراه انت بيبقى عندك افكار، يعني اللعيبه ساعات بتساعدك اللي هي الافكار دي تنجحها لك، وساعات بتبقى في صعوبه اللي انت ترجع تغير طريقه اللعب يعني. لكن اعتقد الحمد لله النهارده كان عندنا توفيق فيها، الحمد لله النهارده شريف بيأدي اداء كويس. ويمكن طبعا الاصابه اللي جات له يعني كانت لو كانت استمر اعتقد كان هيبقى برده الاداء يبقى افضل، لكن الحمد لله برده كان عندنا ثقه في كل اللعيبه الموجوده، قدرنا نغير طريقه اللعب كذا مره من خلال المباراه، واعتقد الحمد لله كان عندنا افضليه طول المباراه، واعتقد الحمد لله النتيجه عادله وتعوضنا المباراه اللي فاتت. لكن عندنا برده تحديين كبار المريخ والسيمبا، عشان ان شاء الله احنا نفكر ان احنا زي ما قلت لك اللي احنا ان شاء الله نكون اول المجموعه، وده الحمد لله اللي احنا بنسعى له من مباراه النهارده. ان شاء الله مباراه المريخ نفس القصه ومباراه سيمبا عندنا ان شاء الله نفس القصه. رساله اخيره لكل اللعيبه للاستمرار على الاداء ده والروح دي، كابتن سامي قمصان يقول لكل لعيبه النادي الاهلي. بص انا كل مره بكررها، يعني احنا عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه ديت، اللعيبه دي وبكررها تاني هي اللي لسه من فتره قريبه محققه كل البطولات، يعني سواء دوري سواء كاس سواء افريقيا سواء ثالث عالم يعني. فبالنسبه لي انا مش يعني ما اتفاجئتش النهارده بشكل الاداء، لان هو ده اداء لعيب النادي الاهلي وده شخصيه لعيب النادي الاهلي وده اسلوب وطريقه لعب النادي الاهلي. لكن اللي انا طالبه اللي انا وكل مره بقوله اللي احنا دايما عاوزين دايما دعم جمهورنا ودعم كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي بجد، يعني لان في ناس طبيعي جدا اللي هي بتقلل من كل المنظومه يعني سواء اداريه سواء فنيه سواء لعيبه، لكن احنا عندنا ثقه في كل المنظومه يعني. لعيبه ما شاء الله كان على قد المسؤوليه النهارده، ودي حاجه طبيعيه ودي شخصيه لعيبه النادي الاهلي دايما. عندهم ثقه كبيره في نفسهم، عندهم ثقه كبيره جدا ان هم حققوا اقصى حاجه، يعني انت بطل افريقيا، يعني انت لما تحط في موقف صعب في الاول ده وتحققه اعتقد دي اللعيبه عندها من الخبرات اللي تؤهلها اللي هي تعدي المباراه دي. لكن عندنا مباريات ثانيه تحديات تانية اكبر سواء في الدوري في الكاس، محتاجين دعم من النادي الاهلي، وانا بقول دلوقتي واحنا بنكسب يعني مش واحنا خسرانين يعني. فاعتقد الحمد لله ان الثقه دي، لان انت عارف دلوقتي السوشيال ميديا والدنيا كلها مفتوحه، ما تقدرش تعزل نفسك عن الحاجات الموجوده يعني سواء بالنواحي السلبيه او الايجابيه. النهارده مروان ما شاء الله بيأدي اداء كويس، يمكن من فتره قريبه كان كل الناس بتنتقده، يعني بواليا النهارده بيرجع برده بعد الانتقاد اللي حصل له في الماتش فيتا، النهارده بيأدي اداء كويس ويعمل اسيست الجون كويس جدا يعني، ويدي لك قوه في نهايه المباراه، فاعتقد برده حاجه ايجابيه. رجوع طاهر برده النهارده نفس القصه، حسين الشحات برده نفس القصه رجوعه النهارده، حمدي فتحي والثلاثه ديانجي والسوليه. يمكن انا بقرر كل مره ان عندنا من افضل الخطوط اللي عندنا ثلاثه مميزين جدا يعني، بتبقى محتار وانت بتحط اي اثنين منهم يعني. خط الدفاع نفس القصه، الروح اللي كانت موجوده من اللعيبه اللي بره النهارده، رامي ربيعه لعيب لسه لاعب الماتش اللي فات وادى اداء كويس النهارده بيبقى بره مفيش مشكله، اكرم نفس القصه، ناصر، كوكا، صلاح محسن يمكن النهارده برده يمكن احنا فضلنا اللي احنا نحتفظ بيه عشان كان عنده شك شويه في العضله الضمه في العضله الاميه، الراجل حب طبعا اللي هو احتفظ بيه.
فكانت برضو دي من الحاجات برضو اللي بشكره عليها برضو، اللي هو راجل برضو تقبل الموضوع وكان عنده روح كويسة جدا اللي هو يلعب ويشارك. فكل الحمد لله دي من إجابات كبيرة، لكن زي ما قلت لك عندنا تحدي أكبر بنسعى له إن شاء الله ونفكر فيه. ومبروك طبعا لجمهور النادي الأهلي. شكرا 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 شكرا. ونشكر أكيد من جديد كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الأهلي. وفي هذه اللحظات برجع للاستوديو التحليلي والكابتن أيمن شوقي.